استقبل الشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس الجمارك السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، وذلك بمناسبة حصول مركز خدمات التخليص الجمركي بالمنفذ البحري على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج تقييم 3. نعم، استطاعت شؤون الجمارك متمثلة في مركز خدمات التخليص الجمركي اجتياز جميع المعايير بنسبة 100% لـ20 خدمة مقدمة من المركز، حيث أشاد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية بالإنجاز الذي حققه مركز خدمات التخليص الجمركي وبالجهود المتميزة التي تم بذلها من أجل الاستمرار في تطوير وتحسين خدماته المقدمة للعملاء، مؤكدا أن نيل الاستحقاق جاء لما يتصف به المركز من مزايا مثل الترتيب والتنظيم وسلاسة الإجراءات والتي تسهم جميعها في سهولة وصول العملاء للخدمات وسرعة إنجاز معاملاتهم. أرفع أسمايات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على هذه اللفتة الكريمة، ولا شك أن النهج الكريم الذي يخططه سموه من خلال ترسيخ مفهوم ثقافة التقدير والتكريم له أكبر الأثر في تطوير الخدمات الحكومية المقدمة واللي مستند على أعلى معايير التقييم اللي نراها يستحقها العملاء من مواطنين ومقيمين. اليوم احنا نحتفل بحصول مركز خدمات التخليص البحري في ميناء خليفة بن سلمان على جائزة الدرع الذهبي وبالعلامة الكاملة 100 من 100 في التقييم، وهذا إنجاز كبير ما كان ليتحقق لولا المتابعة الحثيثة من سيدي معالي وزير الداخلية وكذلك الفريق العمل. شؤون الجمارك بتوجيهات معالي الشيخ أحمد بن حمد الخليفة دائما تسعى لتطوير الخدمات الخاصة بالمواطنين والمقيمين، وإن شاء الله نأمل في المستقبل أن احنا نطور هذه الخدمات والحفاظ على جودة هذه الخدمات.